السلام عليكم، مساء الخير. سميتو بعض الأشخاص يمكن يبغيو يعني تصاور فوتوشوب أو فيسبوك أو سميتو تنزلهم عندهم في البيسي ديالهم وتيبغيو يديروا تعديل أو يكتبوا عليهم أو لكن تيلقاو المشكلة هي محيتين يخطر بحال دابا التصويرة نعاود ننزلوها عطيني راه مدبره راه كاينه هي هادي لان نزلتها فتنهزوها وتنديروها في فوتوشوب ما تيبغيش يقراها وهذا تيمكن توقع في الواتساب او الفيسبوك او شي تطبيق اخر تيكون هاد المشكله تنجبدو التصويره تنفتحوها تنمشيو لهاد البلاصه فتح الصوره تيفتح لنا واحد يعني تابع الميكروسوفت واحد كبحال تنقول ثلاث مود ديال التصويرة لا شي حاجة بسيطة يعني ماشي شي حاجة بروفيسيونيل شي حاجة غير بسيطة سميتو تنفتحو عاد فيه اللي هو تابع الصورة تنجيو لهنا لبلاصة التسجيل ما غادي نديرو لها والو ما نزيدو فيها ما نقصو فيها علاش لحنا بغيناها يقراها فوتوشوب باش تما نخدموها فتنبرك هنا تنسجلها صافي واحد تقاول جوج تسد هذا ولا عاود نسد هذا تمشي للتصويرة لأن تعاود تسجلات هيا تحلات علاش لأن كانت عندها الأخرى فيها شي مسجلة بشي كود هذاك الكود اللي ما تيمكنلوش يعني حتى تبروكه هذاك الكود يعني مجرد كي تيقولوا يجي يفتحها فوتوشوب او اي تطبيق اخر ما يبغيش يقراها لكن مجرد تكليكي على هذاك تيولي هذاك لا فريكونس ديالها باش تسجلات تغير ولا فريكونس جديد فتيولي اوتوماتيكمو يعني تيولي هذاك الشيء اللي دار على اساس ما تقراش موقعش ولا تيمكن لها تقرا بشكل عادي وهاد القضيه بسيطه زعما ما تطلبش لان انا براسي شحال عانيت من هاد القضيه يعني عندي تنبغي شي تصويره نعدل فيها ولا شي حاجه ولا ندير لها شي حاجه تلقى هاد المشكل فنضطر بانني نسكان هذيك التصويره نصورها وعاد ندير عليها تريتمو لكن الان بهاد الخاصيه يعني ما تحتاج لا تصورها لا والو نفس التصويره ممكن لك تعاود تشتغل عليها وتنتمنى تكونوا استفدتوا من هذه المعلومه.